بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 62 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يستفسر عن الآية الكريمة في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الآية الكريمة يخبر الله جل وعلا خبرا معناه الأمر، أن الحج أشهر معلومة، أي الحج الإحرام بالحج يقع في أشهر معلومات، هي شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فمن أحرم بالحج في هذه الأيام انعقد إحرامه، ووجب عليه أداء ما أحرم به من المناسك، سواء أحرم متمتعا أو قارنا أو مفردا. لهذا قال: فمن فرض فيهن الحج، يعني أحرم، معنى فرض أحرم. سمي الإحرام فرضا لأنه يحرم على المحرم أشياء كانت مباحة له قبل ذلك، ولأنه إذا أحرم بالنسك وجب عليه أداؤه، كما قال سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله. فإذا أحرم بحج أو عمرة فقد فرض على نفسه أداء ذلك، لا يجوز له تخلص مما أحرم به حتى يؤدي مناسكه على الوجه المشروع. وقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا بيان لما يجب أن يتجنبه المحرم، وإن كان مأمورا بتجنب هذه الأشياء دائما، لكن في حالة الإحرام تجنبها آكد في حقه، لأنه في عبادة فلا يدخل عليها معصية. والرفث هو الجماع ودواعيه، والجماع لزوجته كان مباحا قبل الإحرام، ولكنه إذا أحرم حرم عليه ذلك مؤقتا حتى يحل من إحرامه. فلا رفث ولا فسوق، والمراد بالفسوق جميع المعاصي، سميت فسوقا لأن الفسوق معناه الخروج، المعاصي خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. المحرم يتجنب المعاصي حال إحرامه لأنه في عبادة فلا يدخل عليها معصية، وإن كان الفسوق محرما دائما، ولكنه من المحرم يكون تحريمه أشد. ولا جدال في الحج، مراد بالجدال المخاصمة، مخاصمة على نوعين، الجدال على نوعين: الجدال الذي لا فائدة فيه بل مضيعة للوقت، أو يثير أحقادا وغضبا بين المتجادلين، تجنبه المحرم وغيره. وأما النوع الثاني من الجدال وهو الجدال لبيان حق أو رد باطل، فهذا واجب على من عنده أهلية. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال بالتي هي أحسن لبيان حق أو رد باطل، هذا واجب على من عنده أهلية ويحسن الجدال والاحتجاج والجواب عن الشبهات. ثم وجه إلى الخير، قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ولما نهى عن هذه الأمور التي لا تلي بالمحرم وجهه إلى الخير وفعل الخير قوليا أو فعليا: ما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي فيجازيكم عليه. فهذا وعد من الله، وأنه لا يخفى عليه عمل عبده فلا يضيعه ولا ينساه سبحانه وتعالى. ثم قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي تزودوا لسفر الحج، خذوا ما يكفيكم من الزاد ذهابا وإيابا بحيث لا تحتاجون إلى الناس. ومن هنا فإنه لا يجب الحج إلا على من وجد الزاد والراحلة، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسبب نزول الآية أن قوما كانوا
يحجون بدون زاد ويقولون نحن المتوكلون، فيعيشون على أكناف غيرهم من المحسنين. الله جل وعلا قال وتزودوا، أمر باتخاذ الزاد للسفر. ولما ذكر تزود لسفر الدنيا نبه على التزود للسفر الأكبر وهو السفر للدار الآخرة، فقال فإن خير الزاد التقوى والشيء بالشيء يذكر. سفر الآخرة زاده التقوى وهي الأعمال الصالحة التي تقي العبد من غضب الله وعقابه ومن النار، تقوى هي زاد السفر الأخروي. وأما زاد السفر الدنيوي فهو الطعام والشراب والمركوب. نعم. أحسن الله إليكم على ما بيّنتم هذه الآية العظيمة. فضيلة الشيخ، يسأل السائل ويقول هل الحج على الفور أم على التراخي؟ الحج على الفور، حج الفريضة على الفور، إذا استطاع الإنسان الحج وجب عليه المبادرة بأداء الحج وليس على التراخي. نعم. يقول أيضا من أسئلة، لماذا أخر الرسول صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة؟ أخره الله أعلم من أجل أن يطهر البيت من المشركين، لذلك بعث صلى الله عليه وأمر صلى الله عليه وسلم على الحج في هذه السنة أبا بكر الصديق، وأرسل معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريا، ذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فيمنع المشرك من دخول الحرم كله داخل الأميال، لا يدخل المشرك داخل أميال الحرم ولا يدخل المسجد الحرام لأنه نجس، نجاسة الشرك وهي نجاسة معنوية لا يطهرها إلا التوحيد والشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكانوا يطوفون عراة في البيت تقربون بهذا إلى الله بزعمهم، وهو من وحي الشيطان، يقولون لا نلبس ثيابا عصينا الله فيها، يخلعونها عند المواقيت أو عندما يحرمون يخلعون ملابسهم ويأتون عراة، إلا من كان له قريب من أهل مكة فيعطيه ثيابا يلبسه، ومن لم يكن له قريب فإنه يتعرى والعياذ بالله ويطوف بالبيت عريان. قال الله جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها إن الله لا يأمر بالفحشاء، فسمى كشف العورة سماه فحشاء وفاحشة، والفاحشة ما تناهى قبحه وإثم، فالتعري قبيح شديد القبح والإثم، ولهذا قال بعدها يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا أنفسكم واستروا عوراتكم عند كل صلاة. فرد الله على المشركين وأبطل كيد الشياطين، ولكن مع الأسف الشياطين الإنس والجن لا يزالون يحاولون مع المسلمين تعري وكشف العورات وإزالة الحجاب وإزالة الحشمة عن المسلمات، يدعون إلى هذا لأنهم أعوان الشيطان، والشيطان يريد كشف عورات بني آدم كما حاول كشف عورة الأبوين عليهما السلام، يبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما، فأدرك ذلك وأجابه الأبوان من باب حسن الظن به وقبول نصيحته، لما عاتبهما الله جل وعلا على هذه المخالفة وأكل الأكل من الشجرة التي سببت لهما انكشاف عورتهما تاب إلى الله، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تاب الأبوان إلى الله جل وعلا مما حصل منهما من كشف سواتهما، هذا يدل على أن كشف العورة كبيرة وجريمة تحتاج إلى الاستعجال بالتوبة والتزام الستر والحياة والعفة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو عدنان يقول سؤال يا شيخ عن المواقيت، بالنسبة للمواقيت وهذه الأمكنة، هل هي الأمكنة والمواقيت التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنها اجتهاد؟ وهل تجاوز هذه المواقيت لمن أراد الحج والعمرة عليه مخالفة؟ نعم، المواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست اجتهادا، وإنما هي منصوص عليها الأحاديث الصحيحة، وقت صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن المنازل وهو السيل الكبير، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل المغرب والشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، وقت لأهل العراق ذات عرق
5 مواقيت من مر عليها وهو يريد الحج أو العمرة لا يجوز له تجاوزها إلا وهو محرم، يحرم عندها ولا يتجاوزها بدون إحرام، فإن تجاوزها جاهل أو ناسيا فإنه يرجع ويحرم منها، فإن تجاوزها وأحرم بعدما تعداها فإنه يكون عليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء تجزي في الأضحية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. ووقت لمن كان منزله دون هذه المواقيت أن يحرم من منزله ومن محله، قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، أي من منزله ومكان إقامته. وكذلك من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة، إنما دخل إلى مكة لحاجة ثم بدا له أن يعتمر، فإن كان نوى العمرة خارج الحرم خارج حدود الحرم فإنه يحرم من مكانه الذي نوى منه، وإن كان نوى العمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه خارج حدود الحرم، يحرم منه بالعمرة. نعم، جزاكم الله خيرا. أخيرا يقول: ما معنى الإحرام يا شيخ وما هي واجبات الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، نية الدخول والشروع في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك فإنه قد أحرم. سمي إحراما لأنه يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام، يسمى محظورات الإحرام، يجب عليه أن يتجنب محظورات الإحرام مثل لبس المخيط بالنسبة للرجل، ومثل الطيب بالنسبة للرجل والمرأة، ومثل قتل الصيد، ومثل الجماع، ومثل الرفث والكلام في الجماع والدواعيه، كل هذه تحرم على المحرم فلا رفث. فهذه وكذلك قص الشعر أو حلق الشعر وتقص الأظافر، هذا محروم محرم على المحرم حتى يحل من إحرامه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ أبو سعد يقول: شيخ صالح، نلاحظ وخاصة الشباب من يتساهل في أداء فريضة الحج، وخاصة منهم الشباب، ويسوف وأحيانا يتعذر بمشاغل، وأحيانا نلاحظ شيخ بعض الآباء يمنعون أبنائهم من أداء الفريضة بحجة الخوف عليهم أو أنهم صغار، فما التوجيه في ذلك؟ تقدم في أول الحلقة أنه يجب الحج على الفور لمن استطاعه، ولا يجوز له أن يؤخره، لا الشاب ولا الكبير، فالبالغ يجب عليه الحج إذا وجد الاستطاعة، يجب عليه المبادرة، وليس لوالده أن يمنعه، كما أن والده لا يمنعه من الصلاة فإنه لا يجوز له منعه من الحج، وإذا كان يخاف عليه البالغ غالب أنه لا خوف عليه، أما الصغير الذي دون البلوغ هذا لوالده الحق أن يمنعه لأن حجه نافلة إذا خاف عليه، وأما البالغ فهذا لا خوف عليه، فلا يجوز للوالد أن يمنعه من الحج إذا توفرت له شروطه، يجب عليه أن يساعده ويعينه على أداء الفريضة. نعم، يقول السائل: فضيلة الشيخ أبو عبد الله، من وكل شخصا ليحج عن أمه ثم علم بعد ذلك بأن هذا الشخص قد أخذ وكالات عديدة، فما الحكم؟ إذا علم أنه متلاعب وأنه يأخذ وكالات من الناس لأجل أن يأخذ عليها أموالا هذا لا يجوز إنابته، لأنه يقصد المال ويتلاعب بالناس، بل يجب أن يبلغ عنه ليؤدب ويمنع من هذا العمل القبيح. والمراد بالنيابة في الحج العبادة وإبراء ذمة المنوب عنه، وأما المال فهو تبع أخذه ليستعين به على الحج، مؤونة الحج، لأنه يقصد بحجه المال، فإن كان قصده بالحج أن يأخذ المال فليس له حج، من حج ليأخذ فلا حج له، وأما من أخذ ليحج فلا بأس بذلك. الله جل وعلا قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني أراد بالعبادة طمع الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم. رجل كبير في السن أحرم بالعمرة، ولما وصل إلى البيت عجز عن إكمال العمرة، فماذا عليه؟ لا يمكن أن يعجز عن إكمال العمرة، لأنه يحمل، إذا كان لا يقدر على المشي فيحمل في الطواف ويحمل في السعي ويحلق أو يقصر بعد السعي، أي بالإمكان حمله على عربة أو على شيالة، أو إن كان معه مرافق نشط يحمله بين يديه، الحاصل أنه إذا عجز عن الطواف والسعي بنفسه يحمل فيهما، وهذا متيسر، حمل متيسر في الطواف والسعي. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى التلبية وما صيغتها ومتى تبدأ ومتى تنقطع؟ التلبية هي أن يقول ما ورد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. كررها من حين ينوي الإحرام إلى أن يشرع في الطواف، في طواف العمرة، وفي الحج يلبي إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة. فهي شعار المحرم، وهي ذكر لله سبحانه وتعالى، يكررها بين حين وآخر تقربا إلى الله جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلبي إذا أحرم، كان الصحابة يلبون معه ويقرهم على ذلك. التلبية سنة للمحرم، صوت بها الرجل وتخفيها المرأة بينها وبين نفسها، وإذا لم يلبي فلا حرج عليه، لكن يفوته ثواب التلبية. ومعنى التلبية لبيك، قيل معنى التلبية الإقامة، من ألب بالمكان إذا أقام، ومعناها على هذا: أنا مقيم على طاعتك، إقامة بعد إقامة، هذا معنى التلبية. وقيل معناها الإجابة، لبيك أي إجابة لدعوتك، فهي إجابة لدعوة الله على لسان خليله إبراهيم، لما أمره الله بالأذان في الحج قال له: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر تأتين من كل فج عميق. وكل من حج أو اعتمر ولبى فإنه يكون مجيبا لهذه الدعوة الربانية. فهذا معنى التلبية وهذا حكمها، وهي شعار المحرم. نعم. تنقطع متى يا شيخ؟ ذكرنا أنه في العمرة تنقطع إذا شرع في الطواف، نعم، لأنه شرع في التحلل، نعم، وفي الحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة، نعم، لأنه شرع في التحلل. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل أيضا من أسئلته: هناك دعاء يقال عند المواقيت، وهو: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هل هذا الدعاء صحيح؟ ولماذا يقال هذا الدعاء؟ وهل فيه دليل شرعي؟ نعم، هذا صحيح وله دليل صحيح، لكن هذا الصحيح أنه لا يقوله إلا من يخشى أن لا يكمل النسك لمرض، إنه يقول هذا، لأن سبب الحديث أن عائشة بنت عبد المطلب قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد الحج وأجدني شاكية، يعني مريضة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي أنها تتحلل وليس عليها شيء في أي مكان انحبست عن المضيف النسك، تحلل ولا شيء عليها عملا بشرطها. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لك على ربك ما استثنيت. نعم. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.